على الامبيدد سيستم الليفل الاولاني. في كورس ثاني هاخده ان شاء الله في رابعه اسمه التحكم بالحاسبات 2، هيكمل على اللي انا هقوله غالبا ممكن الدكتور هشام. بس قبل ما اتكلم على الموضوع، ف يعني ايه اصلا الامبيدد سيستم؟ الامبيدد سيستم هي انظمه متضمنه، هو سيستم كامل موجود من خلال بورده الكترونيه او من خلال لوحه موجوده، ان انا اقدر ادي وظيفه كامله، اقدر ادي وظيفه كامله في سيستم كامل بما يحتوي من بروسيسور، من ميموري، من رام، من ادرس باص، من كنترول باص، من حاجات سيستم كمبيوتر كامل، ولكن موجود متضمن داخل جهاز بحيث ان هو بيؤدي الوظيفه اللي انت عايزها. بالظبط كده مثلا زي ماوس. يعني ليه سيستم؟ ليه سيستم؟ ما هو سيستم كامل مستقل بيؤدي الوظيفه. البورده بتاعت التكييف، يعني سيستم، يعني سيستم كامل موجود داخل التكييف عشان يؤدي المنظومه الموجوده او الامبيدد سيستمز اللي موجوده في العربيه. الاي بي اس والاي بي دي والسي اس بي والكلام ده كله، فكل السيستم دي موجوده. وبالتالي فالامبيدد سيستم ده عنوان كبير احنا هنبدا نتعامل معاه. طيب الامبيدد سيستم او الانظمه المتضمنه اللي احنا هنشتغل عليها، ايه انواع الامبيدد سيستمز المتاحه اللي موجوده في السوق؟ اول حاجه دي اللي احنا بنسميها المايكرو كنترولر. دي من الحاجات اللي هنتعامل معاها في المايكرو كنترولر. يعني ايه مايكرو كنترولر؟ المايكرو كنترولر هو الاول، انتوا عارفين حاجه في الميد سيستم ولا اتكلم براحتي؟ اتكلم براحتي. طيب المايكرو كنترولر هي عباره عن اي سي انتجريتد سيركت، عباره عن اي سي صغيره سودا اللي انت بتشتغل بيها دي، ولكن الاي سي دي هي عباره عن كمبيوتر كامل موجود في الشركه. لان الاي سي الصغيره اللي سادت الشركه دي هي جواها بروسيسور، جواها رام، جواها روم، ده دول موجودين في الكمبيوتر، جواها فصل داتا، ده دي موجوده في الكمبيوتر، جواها تايمرات، جواها كاونتر، جواها يو اس بي، جواها سيريال، كل ده موجود في الكمبيوتر، جواها انالوج تو ديجيتال كونفرتر، ده مش موجود في الكمبيوتر، جواها ديجيتال تو انالوج كونفرتر، وجواها جواها كل الحاجات دي سيادتك موجوده في حاجه لا تتعدى وعلتين من صغر. كل الدور ان انا باجي على شغل الميموري الداخلي وبكتب فيه برنامج. طيب البرنامج ده انت كتبته ازاي؟ انا رحت على جهاز الكمبيوتر وكتبت البرنامج زي المعتاد الترم اللي فات، حطينا كل الاحتمالات وتاكدنا ان كل حاجه مظبوطه، وبعد ما اتاكدت ان البرنامج مظبوط رحت وصلت ما بين جهاز الكمبيوتر والاي سي دي من خلال جهاز اسمه البروجرامر او الشاحن او الحارق، توصل ما بينهم وتبدا عمليه داونلود. زي بالظبط لما تيجي تنزل حاجه على الموبايل او تطلع حاجه كده بتاع 30 ثانيه. بعد ما البرنامج بينزل كده خلاص اصبحت الاي سي معاك في ايدك، اقدر ان انا اشغلها، بس طبعا انا مش عارف اجيب الاي سي دي واجيب سلك الموضوع على رجليها وسلك مش عارف السنسور على رجليها. فزي ما اتفقنا قبل كده ان انا اقوم رايح عامل لها بورده هحط فيها الاي سي بتاعتي وشويه بقى ايه التطبيق السيركت والمقاومات والترسبات وشويه حاجات من دي، لا مانع من وجود بعض الاي سي هات المساعده بحيث بقى تفوز الكنترول حطها بقى في تسجيل، تكييف، غساله، في ثلاجه، في العربيه، بقت البيدي سيستم موجوده. وقلناها قبل كده وقلنا ان الميزه بتاعتها ان هي رخيصه وشغاله تجاريا، ولكن هي بس عيبها ان هي نويز سيستم، يعني هي لو في نويز شديده حواليها شويه فيها ممكن تعوقها او تخليها تهدى. ماشي. هي دي بس اللي موجوده في السوق؟ لا، في النوع الثاني اللي الناس ساعات بتستخدمه الا وهو الاردوينو. طيب النويز دي بتبقى جايه من ريبلز بتحصل على الجراوند دايره. الجراوند دايره مش انت بتبقى عامل البوطه وفي موجه وسائل. لما بتيجي بعض المواتير تشتغل او تفصل
او بعض الملفات تشتغل او تفصل بتؤدي الى وجود يا اما ماجنتيك نويز تخلي الاي سي بانيك، يا اما ريبلز في الباور فالمودم بتاع الكهرباء او السالب تحصل عليه نويز، تحصل فيه ريبلز فتقوم الباور تلعب تقوم الاي سي بانيك. فانا ببقى مجبر وانا بصمم البورده، طبعا انا بعمل بورده لروبوت خلاف لو بورده لخط انتاج مصنع، لان بورده خط انتاج في مصنع مدير 3 فيز وماشين والحاجات دي كلها فلوس كبيره. فورايا الحاجات دي في التصميم، مثلا بكتر الارض، بحط مكثفات، بحط وسائل ثانيه، فلاتر، بحط مش عارف ايه شويه حاجات كده عشان امنع تكسير سحبه الباور ورد الباور. دي اللي بتخلي النويز تاثر عليك. اردوينو اعتقد معظم الناس عارفاه، هو الاردوينو هو عباره عن بورده فيها المايكرو كنترولر بتاعتنا. هو مايكرو كنترولر، ولكن الاختلاف ما بين الاردوينو وما بين المايكرو كنترولر ان المايكرو كنترولر انت كان معاك الاي سي بس انت ما عرفتش توصله، فاضطريت انك انت تعمل بورده عشان تحط فيها الاي سي بتاعك. بينما الاردوينو هو مايكرو كنترولر بس بيتباع بالبورده، انكلود البورده اصلا، يعني هو اصلا بيتباع كبورده جواها الاي سي. وده اللي بيخلي الاردوينو سهل التعلم. يعني انا لما اجي اشرح لك مايكرو كنترولر هي متعبه، هي حتى الماده متعبه في الشرح، واكيد هتبقى متعبه في الامتحان. متعبه في الشرح ليه؟ لان مرتبطه باساسيات مايكرو بروسيسور واساسيات ديجيتال سيستم، وانا عارف اساسياتك كويس. او قد تكون في حاجات انت ما خدتهاش، فبيضطرني ان انا اشرح اللي انت ما خدتوش الاول، وبعد كده ابدا ارجع للجزء الجديد اللي انا عايز اشرحه. ده اللي فيها بتبقى مرهقه بقى. طيب لو انت هتشتغل مايكرو كنترولر خلاص انت اتعلمت، بس انا هصممها ازاي؟ هختار هو انا البورده واعرف كام عشان اصممها واحط دي كلام. لا، هو الاردوينو هي البورده جايه جايه. انت كل اللي بتعمله ان هي بس فيها المخارج بتاعتها اللي هي تبدا توصلها هتستناها ايه؟ تاخد منها ايه؟ حلو للتعلم. عندك واحد عايز تعلمه في يومين ثلاثه كده البيل سيستم، دي له اردوينو. هيكتب برامج ويشغل ويتفرج والكلام ده كله. بس انا ما اعرفش ابني عليها بروجكت. يعني انا ما اعرفش اكون بعمل مشروع تجاري واقول له انا هجيب اردوينو احطه. لا، المده نفسها بتاعت الاردوينو دي مثلا زي 150 جنيه. لو في انواع عارفه مثلا ب 250 جنيه، ايه اللي يخليني اجيب برده ب 150 جنيه رغم ان الاي سي نفسها ب 30 و 50 جنيه؟ هتقول لي ما هو انت لسه هتصمم برده. ما هو انا برده هصمم برده، يعني انت فكرك الاردوينو ده هيشتغل ازاي؟ هيشغلها شويه مواد، شويه سويتشات. طب انا قلت الاردوينو حبيت اشغل بيه حتى موتور دي سي، هضطر اعمله برده صغيره. لو هشغل موتور 3 فيز هشغل حتى لمبه زي دي هضطر اعمله برده صغيره. وبالتالي هو كوسيله تعليميه كويسه، ولكن لو هتحطه في صندوق تجاري هتضطر كده كده تصمم برده عشان هو يركب عليها. فالميزه انك تاخد مايكرو كنترولر انك انت هتتعلم فنيات تصميم البورده دي اصلا. لما باجي اصمم البورده دي براعي في برود، في تيارات، في نويز، الحاجات دي كلها براعيها وانا بقوم بعملها. الشق الثالث وده اللي احنا بنسميه ال اف بي جي اي، فيلد بروجرامبل جيت اري. هي اي سي زي المايكرو كنترولر، بس ميزه الاف بي جي اي ان هي بتبقى خاويه من جوه، هي فاضيه من جوه. انا من خلال الكود اللي بكتبه ببدا اخلق وحده جوه عشان اقول له ان دي طيب، ببدا اخلق وحده جوه عشان اقول له ان دي جو، ببدا اخلق وحده جوه عشان اقول له ان هي انا ديجيتال كونفرتر. انت عارف انت بتتكلم على حاجه اسمها هاردوير ديسكريبتيف لانجويج، انك انت اللغه اللي انت بتكتبها بتخلق هاردوير جوه الاي سي. طب وانت هتوجع دماغك ليه؟ وتقعد تخلق تايمر اذا كان هو موجود جاهز، وتقعد تخلق كاونتر وهو موجود جاهز، يعني انت جبت ليه؟
كل المايكرو كنترولر هي اصلا فيها التيارات والتوترات انت استخدمها وخلاص. اللي هيخلينا اجيب الاف دي جي في الوحدات اللي مش موجوده اصلا. وحدات الهاردوير اللي اصلا مش موجوده. يعني ايه اصلا مش موجوده؟ يعني انا لو حبيت اخلق وحده هاردوير جوه عشان تعمل انرجي بروسيسنج. هي مش موجوده في المايكرو انك انت تجيب كاميرا وتوصلها وتضغط صور وتاخد الصور وتعمل لها ايمج بروسيسنج ده دي مش موجود. او باتر ريكوجنيشن دي مش موجود. او ساوند سنسايزر معالجه الصوت او معالجه الصور مش موجود. فكره الجهاز البصري ده موجود ازاي؟ مش مايكرو كنترول اف ام جي عشان تضغط الصور بتاعت الصابع وتحلله في النهايه الداتا باينري وتعمل كونفجريشن بقى هو الباترن ده مطابق لانهي باترن موجود قبل كده عشان تبدا تشوف الداتا موجوده ولا لا. وبالتالي فالاف بي جي اي هي ميزتها في الابلكيشنز اللي محتاجه وحدات مش موجوده. يعني افتح كارت الصوت دي اف بي جي اي عشان تعمل معالجات للصوت والتقلدات والحاجات دي كلها ما اصلها مش موجوده في المايكرو كنترول. افتح كارت الشاشه ومعالجات الصور والالوان والحاجات دي ده دي اف بي جي اي. وبالتالي فالاف بي جي اي موجوده في التطبيقات اللي هي بتبقى فيها وحدات ادفانس شويه ومش موجوده في المايكرو كنترولر. سعرها غالي ومش هتلاقيها بسهوله. يعني انت لو لقيتها في مصر هتلاقيها في الكيت التعليمي. يعني مش هروح كده للرام او الكلاس وتقول له ايه انا عايز اي سي اف بي جي. لا هي بتبقى كيت على بعضها فيها مثلا اي سي تصل للكمبيوتر وتنزل الكود بتاعك وتبدا تكتب بتاعك وتبرمج بلغات كتيره. لغات بيسموها الاتش دي ال الهارد وير ديسكريبت ده في دي اتش دي ال واتش دي ال وفيرلو ما اعرفش تقراها ولا لا الحاجات دي. طيب دي اسمها الانفيجن. التحديث بتاعهم بقى الاخير وده اللي هو الراسبري باي اعتقد لو الدكتور هشام اشتغل معاكم وفي السنه الجايه ان شاء الله نكلم عمر هيشتغل. لو الدكتور سعفان هيشتغل. طيب راسبري باي. راسبري باي ده جهاز كمبيوتر. طب بنتكلم بقى على اي سي جواها كمبيوتر او اي سي جواها وحدات بتخلقها. لا ده جهاز كمبيوتر. بس جهاز الكمبيوتر ده لا يتعدى نص كف ايدك كده وخلاص. كان انت ماشي في الشارع ومعاك جهاز كمبيوتر في جيبك. واول ما تروح في اي حته هتقوم مطلع جهاز الكمبيوتر اللي هي البورده الصغيره دي. تقول لهم بس ايه؟ انا عايز شاشه. خلاص يقوم جايبين لك شاشه سكرين او رايح موصلك. انا عايز كيبورد. خلاص اختراع جاب الكيبورد واختراع موصلك. طب انا عايز ماوس وفي ماوس كمان واختراع موصلك. الا لو ماشي بيهم. بورده توصلها سكرين ماوس وكيبورد وادينها كهرباء. عليها اوبريتنج سيستم لينكس وحديثا عايزينه وعايزين ننزله عليها ويندوز 10. تحمل قدامك اوبريتنج سيستم بورده الصغيره دي. خش ديسك توب عايز تشغل ام بي 3 تشغل. عايز تشغل فيديوهات تشغل. عايز تعمل اكسس على النت هي فيها اكسس على النت اصل فيها مكان لكابل لان. انا ممكن اجيب كابل لان واحطه عشان تعمل اكسس على النت او واي فاي لو اجيب كمبيوتر واي فاي. شغاله سوكت لو حبيت اوصل بلوتوث لو عايز اخليها تعمل كونكشن بلوتوث اقدر اوصل عليها. لو حبيت تسمع بقى وبتاع مش السماعات معاك عشان تحطها يشغلك سماعات لو انت عايز تسمع. اقدر اوصل عليها شاشات زي التاتش سكرين او اوصل عليها السوكت بتاعتها اوصل عليها الكاميرا كاميرات. انت بتتكلم على جهاز كمبيوتر حاجه قد نص كف ايدك كده بس. وده طبعا بيخلي انك انت لما تبرمج جهاز كمبيوتر خلاف لما تبرمج اي سي جواه كمبيوتر. وده بيخلي امكانيات البرمجه اعلى فبيتاح لك انك تبرمج بالبايثون او لغه اسمها السكريبت. السكريبت اللي هي لغه الجرافيك. كانوا انت ممكن البايثون بقى تبدا تتكلم وتبرمج وتعمل ايه. الميزه بقى في الناس اللي جوه ده بقى النهارده اللي يعني المشاكل دي كلها اللي هو اكسس على النت. انك انت لو بتكتب برنامج
ومحتاج في البرنامج ده انك تعمل اكسس على النت تجيب داتا من كلاود ولا حاجه وتستفيد بيها يبقى دي كويسه. عشان كده معظم التطبيقات اللي بيبقى فيها مثلا عارف الماكينات بتاعت الفيديو جيم، بس الفيديو جيم اللي بيتوصل بالنت اللي هو يقدر توصله بالنت وانت تلعب مع واحد قصادك على النت، او الماكينات اللي بتبقى موجوده في شركات الموبايل مش انت بتيجي تخش تقول له ايه انا عايز مش عارف تدخل رقم تليفونك وتطبع وتطبع لك الريسيت كده في رقم تليفونك واسمك. طب هو عارف اسمك اصلا موصل بداتا بيز؟ هو في اكسس داتا بيز دخل جاب الداتا اللي موجوده وراح عمل ريتريف وطبع لك الريسيت بتاعك. فكل الابلكيشنز الحديثه بقت شغاله مين؟ بقت شغاله راسبيري باي. والراسبيري باي جاي على اساس يعمل ادفانسد لعمليه البرمجه، مش مجرد تبرمج كاسين وتحطها في اوضه وتبيعها، لا ده انتجريت سيستم جامد. يعني مره كنا بنعمل تطبيق عايز احط كنترولر وعايز احط حاجه تعمل تشيك على داتا بيز. خلاص كنترولر ما هو في مداخل ومخارج وشغلات تتم استخدامها. وداتا بيز لان الداتا بيز هو يعمل لينك على سايت معين انا هظبطه وبتاع ويدخل الداتا بيز ويشوف الشخص ده موجود ولا مش موجود عشان يقول له عملت معاه. دي كده الموديلات او الموديل سيستم. قبل الى ذلك بقى الموديلات اللي بي اس بي فهي تعتبر مايكرو كنترولر. الاجسام بقى الامكانيات بتختلف، الشركات بتختلف، شركه ادمن، شركه انتل، شركه موتورولا، شركه مايكرو شيب، عندنا تطلعات كتيره. وبالتالي فاحنا عندنا كتاب. طب احنا عندنا جزء من ده طبعا لان ده الفيرست كورس، انا برضه ما اعرفش الباك جراوند بتاعتكم قويه ولا زي البي ان سي كده، فانا ايه؟ فاحنا هنبدا طبعا دول كده كده انت هتاخدهم فمفيش داعي خلاص طالما الزملاء هيشرحوهم، فخلاص احنا هناخد هنا الشرط اللي موجود هنا، فاحنا هنتكلم عن الامبيدد سيستم او الاردوينو. طبعا مش هشرح اردوينو. فاحنا هنتكلم على الامبيدد سيستم. بحكم انك انت هتتعلم ازاي تبرمج مايكرو كنترولر، ازاي هتبدا تفكر اصلا في تركيب البرنامج، بخلاف انك انت ازاي تصمم البورده اللي كان بيصمم. ايه الفنيات اللي موجوده في تصميم البورده؟ تحط المكثفات دي فيها كام؟ ليه الترانزستورات تكلم دي؟ ليه مش عارف المقاومات دي؟ اللي هي الحاجات الفنيه بتاعت الالكتريكال دي، بحيث ان احنا نبدا نتعلمها هنا عشان في نهايه الكورس هيبقى في مشروع هيتسلم. بس ده مشروع هاردوير. يعني هقول لك كده بعد امتحان الترم ان شاء الله كده هيبقى في نقسم نفسنا مجاميع وكل مجموعه هتجيب بعض الافكار المقترحه بحيث انك سيادتك بقى تبدا تروح تشتري الحاجه وتبدا تتواصل وتبرمج وهنعمل يوم مناقشه كده للمشاريع الصغيره دي بحيث ان احنا نشوف الايه المشاريع. ده كده هيبقى تطبيق مباشر على السيستم ده. حد عنده اي سؤال؟ طيب نبدا بقى نتكلم على المايكرو كنترولر. يا دكتور اتفضل. هو الاف بي جي يعني يعني ايه؟ يعني ايه الاف بي جي اي من جوه يا باشمهندس بتبقى عباره عن جيتس يا اما اند او اور او نوت او شويه ترانزستور متشبكين كلهم في اري، حتى هو اسمها جيت اري. انا باخد شويه منهم وببدا اكتب كود لحرق الوصلات اللي بينهم. فلما بحرق انت طبعا لو حرقت اثنين اند ولا اثنين ناند مع بعض بقى فليب فلوب. لو عملت ثمانيه فليب فلوب عملتهم في بعض بقى بايت او جست. لو عملت شويه بقى ميموري. لو عملت مش عارف مالتبلكسر مع مش عارف ايه بقى واحد ايه ليو. انا ببدا اعمل كده. ببدا اظبط الهاردوير اللي جوه اشكله زي ما انا عايز. وده اللي بيديك اتاحه انك تحط جزء هاردوير اللي هو مش موجود اصلا. تعال بقى نبدا نتكلم على ايه بقى؟ نبدا نتكلم على المايكرو كنترولر الحمد لله ما بنصنعش مايكرو كنترولر ولكننا مبرمجين جيدين. يعني احنا في مصر ما شاء الله في شباب كتير وكويس في برمجه الاتجاه. طيب انت هتختار لنا انهي نوع؟ احنا عندنا شركات كتير. احنا عندنا شركه زي شركه مايكرو تشيب وعندنا شركه زي شركه ادم. وان كان مايكرو شيب اشتري طيب مايكرو شيب لما بنصنع مايكرو كنترولر ما بنصنعش واحده، بنصنع لك مثلا حوالي 50 نوع وفات. كذلك شركه ادمن بتصنع كذا نوع. طب الانواع دي بترجع لايه؟ على حسب الامكانيات اللي جوه. هي مايكرو كنترولر دي انت عايز فيها ايه؟
المايكرو كنترولر اللي انا محتاجها يا دوبك عشان احطها في عربيه هتمشي تطلع قدام ورا يمين وشمال، اكيد امكانياتها هتختلف عن المايكرو كنترولر اللي انا احطها في غلايه، او هتختلف لو انا عايز اتحكم في سرعه موتور سيري فيز مثلا. اكيد الامكانيات اللي هو انا هنا محتاج اعمل ديجيتال لان انا مش محتاج، انا هنا محتاج باسوردز لان انا مش محتاج، وبالتالي كل الامكانيات دي هتختلف، فده بيديك بقى الكاتيجوريز الجديده دي كلها، وطبعا دي كلها تختلف في الاسعار. اللي انا هتكلم عليه دلوقتي فانا هبدا اتكلم على الفيتشرز او هتكلم على الاركتكشر اللي موجود في اي مايكرو كنترولر. هي اي مايكرو كنترولر التفاصيل اللي جوه هي جواها ايه؟ اول حاجه اللي بتبقى موجوده جوه المايكرو كنترولر ودي اللي احنا بنسميها البروسيسور، ودي وحده البروسيسور الاساسيه زي ما حضرتك عارف ده حاسبات زي ما سيادتك عارف البروسيسور، وده اللي بيرين وده اللي بينفذ الاكسكيوشن والكلام ده كله. بس احنا طبعا كنا عارفين ان البروسيسور ده هو ما بيفهمش حاجه. هو البروسيسور ده هو في الاصل عباره عن ثلاث وحدات. وحده بنسميها الكنترول يونت، وحده بنسميها الاريثماتيك لوجيك يونت، وحده بنسميها الريجستر. كنترول يونت وهي دي الوحده اللي بتفهم جوه البروسيسور، هي دي اللي بتفهم، دي اللي فيها يعتبر وكان الفيرم وير بتاع البروسيسور. هو البروسيسور عايز يجمع تقوم واجهه الداتا بدايه الجمع. البروسيسور عايز يطرح، عايز يبعت داتا للميموري، عايز يستقبل داتا من الميموري، بتعمل كنترول على كل حاجه داخل الكمبيوتر او داخل المايكرو كمبيوتر سيستم، ودي اللي احنا بنسميها الكنترول يونت. يليها الاريثماتيك لوجيك يونت، والاريثماتيك لوجيك يونت دي مجرد دوائر، مجموعه من الهاردوير، دايره عشان تجمع، دايره عشان تطرح، تضرب، تقسم، شيفت رايت، شيفت ليفت، دي كلها بنسميها الاريثماتيك لوجيك يونت. وطبعا انت عارف ان اي عمليه جوه الكمبيوتر في النهايه بتتحول لاريثماتيك، هي لوجيك عشان يقوم بهذه العمليه، ودي اللي بيميزوا بيها الموديلات البروسيسور. يعني في بروسيسور يقول لك ايه، في مليون سيركت ايه اليوم. بروسيسور الادفانس شويه في مليون ونص او في مليون مربع، فتطورات البروسيسورز دي بدا يزود فيها وحدات الارثماتيك لوجيك يونت وادفانس طبعا عشان السرعه والويتس والحاجات دي. اخر حاجه ريجسترات، وسؤال ظريف بقى بتاع تلك الحسابات، هو ايه الفرق ما بين الريجستر والميمو او الرام بمعنى اخر؟ الفرق بين الريجستر والرام، ما تقوليش ان الرام هي عباره عن ريجستر. الريجستر بتتعمل فيه عمليات، انما الرام ما بتتعملش فيه عمليات. الرام بتتعمل فيه عمليات برضه، انا بحط الناتج فيه. لا لو انا عاوز اجمع مثلا او اضيف حاجه او كده بعملها في الريجستر، انما الرام بس باخد منها وهذا بس. تمام. الريجستر بيكون وورد واحده انما الرام تبقى ووردز كتير. ماشي. بصوا يا شباب، هو في ثلاث اختلافات رئيسيه ما بين الثلاثه دول. الاختلاف الاولاني ان الرامات دي جنرال ميموري. يعني ايه جنرال ميموري؟ هي الرام ما هي الا وسيله تخزين داتا او ادرس. دي وسيله. بس عشان هي وسيله تخزين داتا او ادرس فهي بتخزن في الاماكن بتاعتها اللوكيشن او البايتس بتاعتها مش فارقه. يعني انت لو خزنت الداتا بتاعتك هنا هي مش فارقه تماما، مش فارقه تماما ان انا اخزن هنا، مش فارقه ان انا اخزن هنا، هي الاماكن كلها زي بعضها، انت خزن في اي مكان ممكن. بينما الريجسترات مش جنرال بيربس، الريجسترات هي سبيسيفيك نازل. الريجسترات دي بتؤدي وظيفه. يعني ده مش زي ده مش زي ده. يعني في واحد مخصص للجمع. في واحد مثلا مخصص لللوبينج. في واحد مخصص للانالوج بوزيشن. في واحد مخصص للتايمر. في واحد مخصص مش عارف، وبالتالي الريجسترات دي مفيش حاجه اسمها هتخزن في اي مكان. هو كل مكان له وظيفه، فالداتا اللي انت هتحطها دي انت خليت البروسيسور يؤدي وظيفه معينه. الاختلاف الثاني ان نتيجه ان دول زي بعض
طب انت هتميزهم ازاي؟ هميزهم بالعنوان. دي العنوان زيرو، دي العنوان واحد، اثنين، ثلاثة، على حسب الصيف. نتيجة ان دول بيأدوا وظيفة خاصة فهم ما لهمش عنوان. هم لهم اسماء، نيم. لهم اسم. طبعا من خلال الاسماء لان انا عندي سيستم زي له اسم، زي مثلا الاكيوليتور اللي كتبته الاي اكس والبي اكس او البيز ريجستر والحاجات دي كلها، فدي كلها ليها اسماء. طبعا بقى من ضمن الحاجات بقى ان الميموري ممكن الويبس بتاعها هيتغير، تقسم للنكات انما الريجسترات دي ثابته مش هتتغير. واخيرا ان الميموري هي ليها او مكان وجودها هي بتبقى او السايب مايكرو بروسيسور، بينما الريجستر ده موجود انسايد المايكرو بروسيسور. يعني انا لما بتكلم مع واحد بقول له ريجستر اقول انت قصدك ده الكور بروسيسور، لكن لما اجي اقول لك رامات فبغني ان هي موجوده بره. هو ساعتها كنت رايح تشتري جهاز كمبيوتر او جهاز رايح تشتري لاب تقول له عايز مسطرات 4 جيجا ولا تقول له عايز مسطرات رامات؟ ليه؟ اصل الريجسترات مش في ايدك، اصلها وظيفيه، فانت مش هتقبل البروسيسور على وظيفه ما عرفهاش، فهي لازم تكون وظيفه عرفتها دي موجوده انترنال جوه المايكرو. ثلاثه او اثنين الميمو ضمن الحاجات اللي ساتك موجوده داخل المايكرو كنترولر او المايكرو كمبيوتر ميمو. والميمو ده طبعا عندنا شطرين، طبعا سيدي اللي عارفين في الحاجات دي، عندنا ميموري رام وعندنا ميموري روم. والرام كام نوع؟ مظبوط نوعين، نوع اسمه ستاتيك رام ونوع اسمه دايناميك. مظبوط. ايه الفرق بين الستاتيك والدايناميك؟ هي فعلا الستاتيك ثابته والدايناميك متغيره. يعني ايه ثابته ومتغيره؟ الستاتيك دي بيصنعوها من فليب فلوب. طبعا فليب فلوب انت لو حطيت فيه لوجيك واحد هو هيفضل واحد، لوجيك زيرو هيفضل زيرو، مش هتيجي بعد ربع ساعه لوجيك واحد هيفضل. بينما الدايناميك بتبقى من كباستور هيقدر يشتغل كميموري. اه ما انا لو جبت كباستور وشحنته ب 5 فولت كده بقى عليه لوجيك كام؟ واحد. بس هو مشكلته ان ال 5 فولت دي بعد فتره ما تبقاش 5 فولت، الجهد بينزل اكسبوننشال زي ما انت عارف، فما بتبقاش 5 فولت، فبتبدا ايه بقى؟ 4 شويه، 4 3، 4 2، 4 1. عشان كده لازم يحصل حاجه اسمها ريفريش ريت، لازم كل فتره يحصل على الميموري الدايناميك ده ريفريش ريت عشان يرجع تاني يظبط شحنات او جهود المكثفات. دي اللي تبقى موجوده في الميموري. يعني انت ساعات لما تيجي تشتري مسطرات رامات كده يقول لك ايه الريفريش ريت بتاعها 70 نانو سكند. يعني ايه 70 نانو سكند او ريفريش ريت؟ اللي هو كل 70 نانو سكند اعمل شيك على الشحنات اللي موجوده عشان يعرف الجهود بينزل ولا لا. الروم طبعا حدث ولا حرج. عندنا كام نوع روم يا باشمهندس؟ مظبوط. عندنا بي روم، وبي روم معناها بروجرامبل روم. طبعا عندي رام هي ميموري لما قررت القطع هتروح، ولكن الروم محتواها مش هيروح. اي سي هاد روم بتتباع جاهزه عشان يحطوا عليها الكود، والكود ده مش هيتمسح ولا هيروح تاني، تتبرمج مره واحده وان تايم بروجرامينج كود دي، يا دوبك انك انت تحط فيها الكود وتتبرمج مره واحده. دي بتبقى ظريفه في التطبيقات التجاريه، يعني لو انا عامل مثلا غساله مثلا فوق دلوقتي وعامل شويه سيكونس كده معين ومش عايز حد يشوفه ولا يعدله ولا اتبرمج مره ثانيه اقوم حاططها. عامل اله حاسبه، عامل فانوس رمضان اللي هو تقول لك ايه طلع النغمه ولا الصوت، دي الداتا دي مش هتتغير، خلاص انا حطها مثلا سيكو. تحديثها كان الاي بي روم، الاي بي روم اللي هي ريزم، هي بتتمسح وتتبرمج مره ثانيه. ده عشان التطبيقات اللي انت وارد بعد فتره تغير الكونفجريشن بتاعك.
بس حته ان هي تتمسح وتتبرمج مره ثانيه دي عملت لنا مشكله لانها بتتبرمج باليو في بالالترا فايلت عشان تبرمجها وتتبرمج بالاشعه الفوق نفسيه. يعني لازم يبقى عندك جهاز عشان يبرمجها بالاشعه الفوق نفسيه، وكان لما يجي يمسحوها بتبقى الاي سي من فوق سطحها زي الازاز كده. شفتها قبل كده ولا لو رحت بعض المصانع القديمه تلاقي فيها برد فيها اي سيات سطحها من فوق ازاز ومتغطي بورقه اسمها الويندو الشباك. يعني لو شلت الورقه دي وعرضتها للضوء الطبيعي تتمسح، ترجع تقوم حاطط الورقه ثاني وترجع تحطها عشان تبرمجها. دي كان اسمها الاي بي روم اللي هي البرمجه بالاشعه طبعا هي اشتغلت كويس لانها كانت احسن من بي روم، بس حته بقى ان انا اشعه فوق نفسيه والكلام ده كله قلت خلاص بلاش الاي بي روم دي وروح عاملين مكانها اللي هو الاي اي بي روم اللي هي الكتريكال اي بي روم. هي اي بي روم بس بتتبرمج وتتشحن او بتتبرمج وتتمسح بكهرباء الكتريكال بالاشارات الكهربائيه. دي اصبح سهل بدل ما اجيب اشعه فوق نفسيه انا هجيب الاي بي روم. ايوه بس الاي اي بي روم دي رغم ان هي بتتبرمج وتتمسح بالاشعه فوق نفسيه لان فيها مشكله. مشكله ايه؟ اول حاجه هي لو كاباسيتي. الساعه بتاعتها مش كبيره. يعني ايه الساعه مش كبيره؟ يعني المساحه التخزينيه بتاعتها 2 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو ما تلاقيش اكتر. لو عايز مساحه كبيره مش موجوده. الحاجة الثانية فهي بطيئة slower. يعني انت عشان تخزن فيها داتا او تطلع منها داتا بطيئة. طبعا بطيئة دي يعني حاجة بالمايكرو سكند، بس مايكرو سكند بالنسبة لنا هتبقى بطيئة لو انت شغال بالنانو سكند. وبالتالي فدي بالنسبة لهم بطيئة. فقال لك خلاص خلينا نطلع بقى احدث حاجة اللي هي الايه؟ فلاش ميموري. ودي لا زالت شغالة مع التحديثات بتاعتها. فالفلاش ميموري هي اي اي بروم. بس الفرق ما بين الفلاش ميموري والاي بروم ان الفلاش ميموري جاي عشان تعالج مشكلتين. ان الكباسيتي بتاعتها كبيره. اعتقد الفلاشه الصغيره اللي بيبقى دلوقتي مثلا 64 جيجا ولا حاجه. والسبيد بتاعتها بقت اسرع بكتير انك انت تتعامل مع الاي بروم الطبيعي. طب الكمبيوتر او المايكرو كنترولر بقى في مين في دول؟ مايكرو كنترولر لازم يكون في رام. ليه؟ نقل الداتا وتخزين الداتا والاكسس والكلام ده كله. فاي سيستم هتلاقيها هتلاقيها ستاك. ليه ما بيعرفش مش هيقعد يعمل دايناميك ويقعد يعمل ريفريش بتاع ريفريش بتاع الشحنة كل شويه؟ هتلاقيها ستاك ان هو كده كده السيليكونز موجوده. بالنسبه للروم هو فيها اثنين، فيها الاي روم وفيها الفلاش ميموري. طب ليه فيها اثنين؟ اصل الفلاش ميموري دي جايه عشان تخزن فيها البرنامج. اظن منطقي. انت محتاج ان الوسط اللي تخزن فيه البرنامج يكون كبير. محتاج سرعته في القراءه والكتابه والاكسكيوشن كبير. بالتالي يبقى فيه فلاش ميموري. امال الاي روم موجوده ليه؟ عشان الداتا. الروم دي بتخزن فيها داتا. امال الرام بتخزن فيها ايه؟ بخزن فيها داتا او ادرسين. طب ليه بتخزن هنا داتا؟ ما خزنتهاش في الميموري ليه؟ اصل انا بخزن هنا داتا في الروم لانها مهمه. داتا لو ضاعت بتحصل لي مشكله. باسوردات اشخاص، يوزر نيمز، سيتنج لحاجات معينه، كونفجريشن لداتا معينه، فانا عايزها في الروم بحيث ان لو كهرباء قطعت وجت تفضل الداتا دي مالها؟ تفضل الداتا دي موجوده زي ما هي. يبقى اي مايكرو كمبيوتر هو فيه اركتكشر بتاعه فيه بروسيسور فيه ميموري فيه انبوت اوتبوت ديفايسز وحالات الادخال والاخراج. طبعا احنا لو بشرح لك ده في ويندوز هقول لك الكيبورد والمش عارف الماوس انبوت والشاشه والبرنتر. احنا بنتكلم على ديجيتال سيستم كمايكرو كنترولر، فالمقصود بوحدات الادخال والاخراج بتاعها هو البنز.
البنات بتاعتي يعني الاي سي دي عشان ادخل اي داتا او اخرج اي داتا فده يكون من خلال مين؟ من خلال مجموعه البنات. ثلاثه حد عمل استفسار يا جماعه؟ هو بقيت الدفعه فين انا ما شفتوش غير ايام الامتحانات بس. نعم. ولا شالوا مين؟ أربعة دي اللي احنا بنسميها البصص. تعرف ان احنا عندنا البصص موجودة جوه عشان تربط هذه المنظومة؟ البصص زي ايه؟ أنواع البصص كلها. كم نوع؟ ثلاثة هما أدرس وذاكة وطرق. هما الثلاثة الأساسيين البصص موجودة عشان تربط لنا المنظومة. باصص ثلاث انواع ادرس باص داتا باص كنترول باص اشتغلت الحاجات دي يعني كل الكورسات الديجيتال اللي خدتوها دي كانت مفيش فيها باص داتا باص نعم كنترول واحد بس كنترول واحد بس خدت باص واحد ده اللي رايح المحل انهي باص اللي خدتوه انقاذ عارف البص اللي هو مجموعه اللاينز اللي جوه السيستم اللي بيتنقل عليها داتا. من غير ما يبقى في تاني داتا ليه؟ ليه؟ حاجه تانيه لو الكمبيوتر عايز يتعامل مع كارت الشاشه. اولا الكمبيوتر ما بيميزش كارت الشاشه من كارت صوت من لاب من فاكس ما بيميزش بيه. هو بيميز من خلال ان كل واحد في المنظومه له عنوان. الكارت ده له عنوان، الكارت ده له عنوان، الكارت ده له عنوان، الميموري ليها عناوين هو ما بيهتمش غير بعناوين. وبالتالي مايكروسوفت عشان يلعب الداتا لكارت الشاشه لازم في الاول يحدد عنوان الكارت اللي رايح. طب العنوان ده هيبعته على ايه؟ يبقى فيه باصص. في شويه سلوك كده تبعت عليهم شويه داتا وحاجه صفار شايله عنوان. وحاجه صفار دي مش داتا، دي عنوان عشان يميز العنوان ده كارت صوت ولا كارت شاشه ولا كارت لاب ولا رايح للبرنتر لان هو في النهايه كل حاجه عند المايكرو بروسيسور عنوان. بعد ما حدد العنوان هيبعت مين بقى؟ يبقى ده باص تاني. في باص تاني مختلف هيبعت عليه الداتا. سلوك الداتا هتتنفذ او هتتنزل بينما ده العنوان. طيب الداتا اللي انت باعتها لكارت الشاشه دي ليه؟ بعد كده الداتا لكارت الشاشه ليه؟ هل عايزه يعرضها؟ ولا انت باعت داتا لكارت الشاشه يخزنها؟ ولا انت باعت له امر تقول له صغر او كبر الشاشه اللي موجوده؟ يبقى انت دخلت في حاجه اسمها كنترول. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ الميموري انا عايز اتعامل مع البايت الفلاني نوع واحد. طب في داتا بقى داتا ده بص. طب هتعمل ايه؟ هتقرا ولا هتكتب؟ يبقى انت عندك داتا بص ادرس بص كنترول بص. دي ثلاثه باصص جوه الكمبيوتر هي اللي رابطه المنظومه دي كلها مع البروسيسور. دول الثلاث باصات الاساسيه. اضف الى ذلك بقى خامس حاجه ان احنا بنسميها البريفرال ديفايس. الوحدات الطرفيه. اصل المايكرو كنترولر او المايكرو كمبيوتر مفيش كده بس. ايه البريفرال ديفايس؟ لو انا بتكلم مع الكمبيوتر كارت الصوت. هو ده مش منظور؟ كارت الشاشه، كارت اللاب. لو انا بتكلم مع المايكرو كنترولر وحده التايمرات اللي جوه. وحده الكاونترات. وحده الانالوج. وحده السيريال، وحده اليو اس بي، فدي اسمها بريفرال ديفايس، دي الوحدات الداخليه. اي مايكرو كنترولر في الدنيا او اي كمبيوتر في الدنيا لن يخلو محتوياته من الحاجات دي كلها مع اختلاف بقى المساحه والحجم والسرعات والكلام ده كله، فده البيزكس الاساسيه اللي موجوده كلها. انا هبدا بقى دلوقتي يا فضل دي بتخلص امتى؟ 10 12 نشرب مرور. هبدأ بقى دلوقتي أشرح سريعا في إيه هي البريفرال ديفايسز
او الفيتشرز اللي بتبقى موجوده جوه المايكرو كنترول. خلاص انا عارف دلوقتي ان في بروسيسور في ميموري في باص الرابطه المطلوبه بعضه في الاجابه بره عشان تبقى تكمل الداتا او تطلب الداتا. طيب الوحدات اللي جوه بقى اللي انا هستخدمها ايه هي؟ فالهذا دلوقتي اتكلم على الفيتشرز الخاصه بالمايكرو كنترولر ودول 16 فيتشر بيجوا في المجال. الفيتشرز هي الامكانيات او الوحدات اللي بتبقى موجوده جوه المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر فيها ايه كمان؟ بس خلي بالك ال 16 فيتشرز دول مش في كل المايكرو كنترولر. بس المايكرو كنترولر لو فيها فيتشرز غالبا هتلاقيهم. يعني وانا بشرح الفيتشرز هنا مثلا في واحده جوه اسمها انالوج ديجيتال كونفرتر. هو كل مايكرو كنترولرز فيها انالوج ديجيتال؟ لا، اللي فيها بس انالوج ديجيتال دي فئه معينه واللي الباقي ما فيهوش. بس في فيتشرز موجوده جوه المايكرو كنترولر فمش ضروري تبقى موجوده في الفل. اول حاجه من ضمن الفيتشرز ودي خاصيه الباور سبلاي. اي مايكرو كنترولر فيها من جوه وحده باور سبلاي عشان تشغل المنظومه اللي جوه الكبيره دي. انت عارف ان الباور سبلاي لاي مايكرو كنترولر او اي ديجيتال سيستم هو بيبقى فولت قد ايه؟ 5 فولت. بالتالي لازم تعمل حسابك وانت بتشتغل كديجيتال سيستم انك انت تشغل 5 فولت. البي دي سي 5 بس من جوه وخصوصا السيستم من جوه، بس صحيح الجهود من بره ممكن تبقى 24 220 وتكبر، لكن هو الاصل فيه هو من جوه فولت هي 5 فولت. اثنين الاوسيليتور. اي مايكرو كنترولر لازم يكون فيه مصدر بلصات خارجي عشان يديلها اشاره عشان تشتغل. زي بالظبط المايكرو بروسيسور ببساطه. مش انت وانت بتاخد الفليب فلوب مش هتروح حاجه اسمها كلوك بوكس؟ ليه؟ اصل دي اسمها سيكونشال سيرفس. السيرفس دي بتشتغل بتداول. في عندي 50 60 دايره مرتين، هي كل واحده دايره بقى هتشتغل بمزاجها ولا المفروض في فترات معينه كله يشتغل وكله يفصل؟ ده الفرق ده بعد كده هيخش على دي بعد كده هيخش على دي، فعشان كده في كلوك بوكس. هو نفس الموضوع بالظبط. القصه اللي عندنا دي كلها لازم يكون في مصدر كلوك بوكس موجود عشان ينظم لنا الاليه اللي موجوده. البروسيسور نفسه اللي في البيت هتلاقي فيه اي سي جنبه كده، اقرب اي سي جنب البروسيسور كلوك جنريتر. هي كل وظيفتها ان هي بتولد البلصات اللي تخش على البروسيسور عشان تشغله، ده البروسيسور مش هيشتغل من الطاقه نفسه. ودي بقى اللي بيقعد يقول لك ايه البروسيسور 1.4 جيجا 2.4 جيجا ريليتد للاي سي اللي موجوده جنبه دي، سرعه خروج النبضات دي. فلازم اي مايكرو كنترولر يكون فيها مصدر بلصات خارجي عشان يدي البلصات المايكرو كنترولر عشان تشتغل، يا اما مش هتشتغل. ثلاثة بيبقى في خاصية اسمها خاصية الريسبتور. المايكرو كنترولر بيبقى ليها طرف عشان يعمل ريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ ريسبتور المايكرو كنترولر يعني بيعمل لها ريسبت عشان تجيب من اول وجديد، زي كده لما تكون قاعد شغال على الكمبيوتر وهنك فانت تضغط عصير عشان تعمل ريسبت، او في اي لحظه تعمل ريسبت للمايكرو. ريسبت انك انت عايز تخلي يعيد الكار عشان يجيب من اول وجديد. فدي خاصيه موجوده دي في اي مايكرو كنترولر. اربعه الانتربتس. المقاطعه فقط. لا مش سليم. الست دي ان هي بتعمل عمليه ريستارت للباور، مش ريستارت للسوفت عشان يجيب البرنامج من اول وجديد. زي ما كده بتيجي تعمل ريستارت للكمبيوتر ايه اللي بيحصل؟ هو بيرجع يجيب تاني ويحمل من جديد الاوبريتنج سيستم عشان يرجع يشتغل. اللو باور او السليب دي حاجه هنا اسمها سليب باور. خدتوا الانتربتس؟ ايه الانتربت؟ الامر اللي عندي من بره يعني الشرط من بره بس ماشي شويه عشان
انترابتس هي احداث مفاجئه سوليد اكشن، مش حاجه وحشه يعني، هو حدث مفاجئ هيحصل في وقت ما انا مش عارف هو مفاجئ. الطبيعي ان المايكرو بروسيسور بينفذ البرنامج الرئيسي اللي انت كاتبه، ولكن في وقت ما هيحصل له انترابت مقاطعه، فده بيستوجب ان المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر هتسيب البرنامج اللي شغال ده وتروح عشان تنفذ برنامج اخر اسمه انترابت سيرفيس روتين ISR، وبعد ما تخلصه ترجع للكتاب الثاني. طب ليه كاتب الانترابت سيرفيس روتين؟ انت اللي كاتب ده انا كاتب ده. طيب ما هي زي الداله، مش الداله بتعمل لها كولينج يروح ينفذ ويرجع، بس في اختلافين. الاختلاف الاولاني ان الداله انت رايح بمزاجك في الوقت اللي انت محتاج فيه تستدعي الداله بتكون كاتب جمله الكولينج بتاعتك، لكن الانترابت ده انت رايح غصب عنك وفرق احنا مش عارفين ايه. زي ببساطه كده، لو انا عامل مروحه وعامل شباك اللي هو التكييف المركزي بقى والتهويه والكلام ده كله، وعامل فيه فاير الارم، هو الفاير ده هيحصل امتى؟ الحريقه دي هتحصل امتى؟ انا معرفش. طب هل الحريقه دي لما تحصل انت هتعمل حاجه؟ المفروض الحريقه ده حصل حدث مفاجئ، ما اقدرش اتكهن هحط فين الكوب، بس انا لما يحصل الحريقه في تداعيات بتحصل، جبال بتتفتح، رشاشات بتشتغل، السرايب بتشتغل، لو في كولج على الاسعاف مش عارف ايه، اسانسيرات بتنزل الارض، في حاجات كده تداعيات معروفه لما بيحصل حريق لازم تتم. يبقى الحريق ده لان انا مش هقدر اتوقع هو هيحصل امتى، اول ما سنسور الفاير يديني اشاره هسيب اللي في ايدي واروح انفذ السيكونس اللي انا عايزه يحصل في الحاله دي. نفذ اللي انت عايزه وارجع كمل بقى بقيه البرنامج. فهمت يعني ايه بقى انتربت؟ هي احداث مفاجئه. ده حتى سويتش الامرجنسي سبوت، السويتش اللي انت بتضغط عليه فجاه كده عشان توقف المنظومه، ده انتربت. هو انت هتضغط امتى؟ مش عارف. طب هتحطه تكتبه فين في الكود؟ مش عارف. طب هتقعد بقى تردمه في الكود، هو ده الصم؟ لا، هو ده الصم، هو ده الصم، هو ده الصم، لا خلاص يبقى دي انتربت. اول ما يضغط على الصوم روح وقف اللي انت عايزه وارجع بره. طب هل الانترابتات، طب طالما انا مش عارف ويصل انت بحط في انهي سطر كود بناء على انا مش عارف ويصل، انا مش عارف احصل ايه، فانا بشغله كانترابت، انا ضغط كير خالص وما بشيكش عليه، بس انا بشغل في المايكرو كنترولر زي ما نعرف بعد كده، بقول له ايه شغل الانترابت مثلا على البنايه الفلانيه، لما يدي لك واحد على البنايه الفلانيه لازم تعمل لي انتظار، وانا اروح على البنايه الفلانيه دي او موصل الخار بتاعتك. تمام كده؟ طب هل الاحداث المفاجئه دي لازم تبقى جايه من بره؟ لا. في احداث لما بتحصل جوه المايكرو كنترولر تعمل لي انتظار، وفي احداث لما بتحصل من بره تعمل لي ايه؟ انتظار. احنا عندنا هنا 17 انتظار. هتاخدهم واحد واحد. عندي 17 حدث مفاجئ لما بيحصلوا بيخلي المايكرو كنترولر تسيب اللي في ايده ويروح تعمل ايه بالظبط. عندي تايمرز كاونترز في المايكرو كنترولر. ايه الفرق يا شباب ما بين التايمر والكاونترز؟ مش قلنا قبل كده ولا ما قلناش؟ ايه الفرق بين التايمر والكاونتر؟ طيب حد عنده راي ثاني؟ يعني ايه الفرق ما بين التايمر والكاونتر؟ اولا احنا ما عندناش في الديجيتال حاجه اسمها تايمر، غير لو جبت الثلاث خمسات او الرئيسيات بتاعت الانالوج دي الطبيعي بيتفرج، لكن كديجيتال ديسك انت اصلا في كورسات الديجيتال اللي انت خدتها دي خدت التايمر ولا الكاونتر؟ كاونتر. ها؟
فما شغالش تايمر ليه؟ لانه تايمر الديجيتال مش موجود. هو الاصل ايه؟ هو الاصل يا شباب كم؟ بس لو انا اديت له بلس كل ثانيه، لو اديت له بلس كل ثانيه يبقى لو عدى 3 بلصات يبقى عدى قد ايه؟ بقى طيب، بقى طيب. لكن لو انا فاتح كاونتر وفي منتج جاي فرحت عديت، بعد كده جاء منتجين لاسكين في بعض، بعد كده بعد فتره كبيره جاء منتج، يبقى ده لو عدى 4 بلصات يبقى عدى ايه؟ 4 منتجات. ده الفرق. لو انت بتدي له بلصات منتظمه عشان يعدها كده بقى طيب، ولو انت بتدي له بلصات راندوم يبقى كده بقى جوهر. الكمبيوتر نفسه بيحسب الزمن ازاي؟ الثواني والساعات والدقائق. الساعات الرقميه بتحسب ازاي؟ فتح جوهر وابدا يعد مصدر البلصات زي اللي ادفع له دي مثلا. كل مثلا 12 مليون بلص لثانيه يقوم محدث الثواني، ولما الثواني يزيد يقوم محدث الدقائق، يحدث الساعات، يحدث التاريخ، وهكذا تستمر الدور. روخر عمرك ما هتلاقي تايمر ديجيتال مظبوط. الساعه الرقميه بتاعتك دي بعد ممكن شهر تلاقي اتاخرت دقيقتين. الموبايل بتاعك لولا انك ربطه بساعه الشركه لو شغلته لوحده هتلاقي مثلا بعد اسبوعين ثلاثه كده فرق في دقيقتين ثلاثه. لو عندك ساعه رقميه في البيت او الساعه بتاعت العربيه هتلاقي مثلا بعد فتره فرقت في ربع ساعه. كل الساعات كده يعني كل الساعات؟ لا لا، في الانالوج، في الساعات الانالوج بقى اللي هي المؤشر دي. ايوه بيبقى ليها مولد نبضات بشكل معين، يعني مولد نبضات بيفرج على دايره ثانيه هي اللي بتحرك العربيه. انت عرفت ان في سنه كده مش عارف ايه كل الميموري بتاعت سنه 2000؟ لا هتشوفوا حاجه بقى لسه جاي. ما هم قالوا الكلام ده سنه 2000، يعني واحنا مثلا في 98 قالوا 2000 جه سنه 2000 دي هتحصل كارثه كبيره. ليه يا جماعه؟ اصل الناس اللي كانت فعلا ساعتها الناس اللي كانت منزله اوبريتنج سيستم الويندوز والحاجات دي كلها والسوفت وير اللي كانت على جهازها ما كانش فيها 2000، كان اخرها 99. فلما تيجي 2000 وما فيش تاريخ، طبعا دلوقتي الويندوز فاتحه زي ما انت عايز، لكن فعلا ساعتها ال 2000 ما كانش موجود. فكانوا خايفين ساعتها ان عمليه شقلبه التاريخ دي او تحصل راندوم ايفنت تخلي الصواريخ تطلع لوحدها، تخلي مش عارف حاجات تنفجر لوحدها، فعملوا لنا ازمه ساعتها سنه 2000. هو نفس المشكله اللي هقولها دلوقتي وما حصلش حاجه. فهمت الفرق بين التايمر والجاونتر؟ احنا ما عندناش تايمر، احنا عندنا ايه؟ جاونتر. وبالتالي دايما في الديجيتال سيستم ما يكتبهاش جاونتر او ما يكتبوش تايمر، يكتب لك ايه؟ تايمر جاونتر، تايمر جاونتر، على اساس انك انت ممكن تشتغل بيك تايمر وممكن تشتغل بيك ايه؟ اخر حاجه بقى اقولها ستة فيها سيريال بورد مايكرو كنترولر بيبقى فيها سيريال. طبعا سيادتك عارف ده الفرق بين الداتا السيريال والبلد مظبوط ولا كلام براحتك يا ابني اقفل الجوال. هو اصلا ان احنا عشان نعمل شيرنج للداتا عايز ابعت داتا من هنا لهنا او استقبل داتا من هنا، احنا قدامنا حاجتين. يا اما الداتا تتباع بدل على كذا سلك، عندي مثلا 8 سلك. طبعا هو لو انا حبيت ابعت الداتا، لو انا عايز ابعت 1 0 1 0 1 0 1 1 1 تتباع على كم مره؟ مره هم خرج الداتا ثم هو 8 سلك. فميزه البارلل سريعه بس عيبها بتستهلك وايد كتير وهتستهلك هارد وير كتير. دي موجوده ودي الاليه اللي شغاله جوه الكمبيوتر الباصز، يعني الباصز بارلل.
ما انا الكمبيوتر مش فاضي، ما انا عندي 50,000 عمليه بتبقى عايز ابعت داتا وعايز ابعت ادرس وعايز ابعت وعايز ابعت، فدي كلها لازم هتمشي ايه؟ هتمشي بقى. لما نيجي نشتغل بره بقى مش معقول هبعت من الكمبيوتر وطلعت بقى وماشي ست كده 8-8 فرد ولا مش عارف كام فرد عشان يعمل، قال خلاص بلاش البرل ده خلينا في السيريال. طب انت هتعمل ايه في السيريال يعني؟ انا هعمل سلكه واحده. فانا قللت الهارد وير. بس هتبعت الداتا ازاي؟ هبعتها ورا بعضها. هبعت واحد وبعد شويه زيرو وبعد شويه واحد وبعد شويه زيرو. فالداتا هتتبعت على التتابع ورا بعضها فده السيريال الوحيد. ونتيجه لانك انت هتبعت واحد وتستنى فزيرو وتستنى واحد وتستنى فانت اصبحت هتبعت مجموعه من البيتس في زمن. وده اللي سيرش اخدته اللي اسمه البود ريت او البيت ريت. هتبعت كام بيت في الثانيه؟ السيريال بقى في نوعين عارفينهم؟ انتم مش عارفين السيريال من بدري يعني هتعرفوا. في السنكرونس وفي الاسنكرونس. دي اخر حاجه هبقى يعني انت بتبعت شيرنج للداتا ما بين جهازين هما مش متزامنين. يعني ايه مش متزامنين؟ يعني الجهازين دول مختلفين في التردد. الجهاز ده شغال بالفريكوانسي والجهاز ده شغال بالفريكوانسي بس الاثنين دول مش متساويين. وده 90% من الحياه. انت عايز تبعت داتا من الكمبيوتر للبرنامج، عايز تبعت داتا من الكمبيوتر للسكانر، عايز تبعت من الكمبيوتر لشاشه او من الشاشه لكمبيوتر او من مايكرو كنترولر مش عارف، هما مش سرعات مش واحده. طالما السرعات مش واحده بالتالي فلازم الداتا تبقى سيريال اسينكرونس، انا وانت مش متتابعين. بالتالي لازم تبقى غير متتابعين. فهي فيها واحده سيريال اسينكرونس بس اللي مش متزامن ده بتبقى في سلكه داتا راح عليها وفي سلكه داتا راجع منها اللي هي التي والار اللي هي بالبلدي كده اللي بيسموها يو ار. ده يو ار. طب السيريال سينكرونس، السيريال سينكرونس الاثنين لازم يكونوا شغالين بنفس التردد. يعني ايه يا دكتور نفس التردد؟ يعني ليه؟ شغال بتردد 8 مثلا ميجا وده ب 4 ميجا. ما هو لو 8 و4 خليك في ده. شو الترددين زي بعض؟ طب 8 و4 هتبقى سنكرونس ازاي؟ ما هي الترددات؟ ال 8 من مضاعفات ال 4 ده سنكرونس. يعني لو عندك مصدر شغال باربعه ومصدر شغال بثمانيه انا ممكن اشغلهم اسينكرونس وممكن اشغلهم سينكرونس لان الترددات بقى متضاعفه. طيب الفرق بينهم ايه؟ الفرق ان الداتا بتيجي على بنايه واحده. الداتا بتيجي على بنايه واحده وبتخرج من بنايه واحده. سيد يعني انت قصدك ان الداتا بتخرج من هنا وتسرب؟ لا في فرق. الفرق هنا انك انت ده مش هيبعت الداتا لده الا اذا ده كان عايزه. السينكرونس انا ببعت لك الداتا في الوقت اللي انا عايزه. وانت بترد عليا الداتا في الوقت اللي انت عايزه. السينكرونس لما انا اكون عايز منك داتا تبعت لي. او خلينا الاول لو انا عايز ابعت لك داتا وابعت لك. لما تكون انت عايز تبعت لي داتا انت ما بتبعتش. الا لما انا ببعت اقول لك ابعت لي الداتا اللي عندك تقوم انت بعتها. ده مبدا بيسموه الماستر وليف. ودي تكنيكس بقى اللي اسمها الاس بي اي أو الفايس برنسبل.
بيقدر انتجريت سيستم. هو ده بقى اللي بنسميه السيريال. الحمد لله فيها ساعات بقى بيسموها لو انت متمكن في موضوع الامبيدد ما يسموهاش يو ار، يسموها يو اس ار، سينكرونس اسينكرونس ريسيبروكس. طب انا اشتغل دي ولا اشتغل دي على حسب ده بيشتغل يو ار تديله يو ار، بيشتغل اس بي اي يشتغل اس بي اي، بيشتغل اس كيو ال يشتغل اس كيو ال. لكن ما ينفعش جهاز يكون بيشتغل اس بي اي ويروح شغاله يو ار. هو ده جاي من التكنيك والبروتوكول والحاجات دي، انت سيب لي على الحاجات دي. انا بفكر كده المره دي واشوف المرحله